السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري زار قطعاتنا يعني، وأيضا زار ناحية القيارة واطلع بنفسه يعني على بعض الترتيبات الدفاعية اللي موجودة، واطلع على حجم المنجزات اللي أنجزتها قيادة عمليات نينوى والفرقة 15 وأيضا الشرطة الاتحادية، وكان يعني ثمن هذه الإنجازات الكبيرة اللي تم تحقيقها، والتقى أيضا بعدد من المواطنين وشاف مدى التلاحم بين القوات الأمنية العراقية قواتنا يعني ومع المواطنين، يعني كانوا المواطنين أشادوا بدور القوات الأمنية في تحرير الأراضي، في حفظ الأمن، في مساعدة الناس، وإحنا أيضا فخورين بقطاعاتنا اللي أنجزت هذه الإنجازات الرائعة. أكيد يعني زيارة رئيس البرلمان انضد حافز ودافع أكثر أيضا لقطاعاتنا في أن تستمر بنفس الوتيرة وبنفس العزيمة في سبيل أن نقترب سريعا من مدينة الموصل ونخلص أهلنا من أسر داعش.